السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله ناخد النهاردة نموذج امتحان هام جدا، مراجعة وتأكيد لما درسناه في الترم الأول بالصف الخامس. بيقول لي نمرة واحد: اختر الإجابة الصحيحة من ما بين الأقواس. 39 يوما تساوي تقريبا كم أسبوع؟ الأسبوع في كم يوم؟ 7 أيام. 39 يوم نقسم 39 على 7، 39 فيها كم أسبوع؟ فيها 5 في 7 ب35، وتبقى إيه؟ 4 أيام على الأسبوع. لما نيجي نقربها لأقرب أسبوع، البسط ده هوت الأربعة ده اهي أكتر من نص المقام، يعني نص المقام 3.5، البسط 4 أكبر من نص المقام، يبقى الكسر كله بنقربه بنزود 1 على العدد الصحيح تبقى 6، يبقى 39 يوم بيساوي تقريبا 6 أسابيع، يبقى هختار 6 أسابيع. نمرة جيم، عندي الاختيارات 4 و5 و6 و7، نختار 6 أسابيع، لأن 39 يوم بخمس أسابيع وأربع أيام، والأربع أيام أكتر من نص الأسبوع. نمرة 2، بيقول لي المجموعة 88 ومجموعة العناصر 6 و7 و8 تنتمي ولا لا تنتمي، ولا جزئية ولا ليست جزئية. مدام هنا مجموعة ومجموعة، يبقى بنختار ما بين جزئية وليست جزئية. طب تعال نشوف مجموعة العناصر 88 موجودة هنا، موجود 6 و7 و8، مفيش عنصر 88، يبقى اختار ايه؟ ليست جزئية. نمرة دال، ليست جزئية. نمرة 3، بيقول لي 2 صحيح بيقول لي 2 صحيح. بمناسبة المجموعة الجزئية دي، لو قال لي مثلا مجموعة 1 و2 لها كم مجموعة جزئية؟ أول مجموعة فاي، فاي مجموعة جزئية من أي مجموعة؟ والمجموعة 1، والمجموعة 2، والمجموعة 1 و2، يبقى عدد المجموعات الجزئية للمجموعة 1 و2، مجموعة العناصر 1 و2، عدد المجموعات الجزئية لها ايه؟ فاي، مجموعة 1، مجموعة 2، مجموعة 1 و2، لها 4 مجموعات جزئية، 4 مجموعات جزئية، لكن 88 ليست جزئية، مفيش هنا عنصر 88. كمان المجموعة هي مجموعة جزئية من نفسها. طيب بيقول لي 2 صحيح و5781 بتساوي تقريبا لأقرب جزء من 100. لأقرب جزء من 100 يعني عاوز جزئين 2 فقط ورا العلامة، جزء من 10 وجزء من 100، بقية الأجزاء من 1000 ومن 10000 مش عاوزهم. تعال نحدد الجزئين اللي ورا العلامة، أدا جزء من 10 5، جزء من 100 7، اللي بعده جزء من 1000. التمانية دي أكتر من نص العشرة ولا أقل؟ أكتر، نص العشرة 5. إذا كان العدد 5 أو أكتر بزود 1 على العدد اللي قبليه، أقل بلغيه خالص، يبقى هنشيل 81 دي خالص ونزود 1 على 8، يبقى 2 صحيح و58 من 100، بختار نمرة ب. بيقول لي عدد ارتفاعات المثلث القائم الزاوية. المثلث القائم ليه كام ارتفاع؟ ده مثلث قائم مثلا اهو، قائم الزاوية،
الضلع ده بيمثل ارتفاع، يبقى ده واحد. الضلع ده بيمثل ارتفاع، ده اتنين، لأن الارتفاع عمودي. الضلع ده بيمثل ارتفاع، يبقى ليه تلات ارتفاعات بيتلاقوا في نقطة اللي هي رأس المثلث. يبقى المثلث القائم له تلات ارتفاعات. اختار نمرة جيم، بيخيرني 1 2 3 0، نختار 3. بيقول لي 1.5 على 4، نمرة 5. 1.5 على ربع، 1.5 على ربع بتساوي 1.5. هتخلص من العدد الصحيح ده اهو، هضربه في المقام واجمع الناتج على البسط. هقول ايه؟ ايده في رجله زائد راسه. يلا، 1 في 2 ب2 زائد 1 يبقى 3، والاتنين زي ما هي. علامة على هتبقى فيه، الكسر ده هشقلبه، هقول 4 فوق و1 تحت، هتساوي 3 في 4 ب12، 1 في 2 ب2، 12 على 2 6، يبقى بتساوي 6. تعال نشوف الاختيارات، أعطيني 2 و6 و3 8 و12، بنختار نمرة ب 6. بيقول لي إذا كانت 5 تنتمي إلى مجموعة العناصر 7 و9 و س، فإن س تساوي 5. دي العنصر ده بينتمي لمجموعة العناصر ده. طب أنا عندي العنصر 7 وعندي العنصر 9، والخمسة بتنتمي لنفس المجموعة، وهنا س المجهول، يبقى المجهول ده إيه؟ 5، لأن 5 بتنتمي لنفس المجموعة. نختار 5. أعطينا 4 و5 و7 و9، بنختار العنصر 5، لأن 5 مش موجودة هنا. بيقول لي إذا كان 6 على 10 تساوي س على 20، فإن س تساوي، تعال نشوف كده المقام، 10 دي لما جت هنا زادت ولا قلت؟ زادت. مدام زادت تبقى انضربت. طب 10 انضربت في كام؟ بقت 20 في 2. زي ما ضربت تحت في 2 اضرب فوق في 2، يبقى 2 في 6 ب12. اذا س تساوي 8 ولا 10 ولا 15 ولا 12، 2 في 6 ب12، يبقى هنختار نمرة د، س تساوي 12. بيقول لي 1.5 على 25، 1.5 على 25 بتساوي، علشان أقسم لازم أخلي المقسوم عليه ده هو عدد صحيح، أو المقام ده هو لازم يكون عدد صحيح. فهقول 1.5 على 25 بتساوي، هخلي 25% دي عدد صحيح، هضربها في كام؟ في 100. وال1.5 هي زي ما ضربت تحت في 100 هضرب فوق في 100. يبقى علشان أقسم لازم أخلي المقسوم عليه ده هو عدد صحيح، اللي هو المقام، لازم أخليها عدد صحيح. هنا العلامة بعد رقمين، يبقى هضرب في 100 علشان العلامة تطلع لقدام رقمين، مفيش رقم هنا، تقوم تطير العلامة خلاص. يبقى هتساوي الصفر ده والصفر ده طاروا قبل العلامة، بقت 25 صحيح. طب تعالى هنا هنطير صفر قبل العلامة دي، لأن العلامة دي جزء من 10، 1.5، هيتبقى عندي ايه؟ 10. 10 في 15 ب150. 150 على 25 بتساوي، هقول على 5 فهالتلات، 0 على 5 فهالصفر، على 5 فهالخمس، بقت 30 على 5، 30 على 5 فهالستة، 5 على 5 فهالواحد، 6 على 1 يعني بتساوي 6. تعال نشوف عطلنا ايه بقى في الاختيارات. أعطيني 2 و6 و12 و375 من 1، يبقى هختار 6. هختار ايه؟ 6. الإجابة 6. بيقول لي 35904 على
176 بتساوي ايه؟ 240 ولا 204 ولا 24 ولا 140؟ تعالى كده نقسمها. خمسة وتلاتين ألف وتسعمية وأربعة على 176. اسمع على 3 أرقام. تعالى نعمل المسودة بتاعتنا. الواحد في 176 ب176، الاتنين في 6 ب12، الاتنين في 7 ب14، واحد 15، الاتنين في 1 ب2 و1 تلاتة. التلاتة في 6 ب18، 8 ومعايا الواحد. التلاتة في 7 ب21، 1 ب22. التلاتة في 1 ب3 و2 5. الأربعة في 6 ب24، 4 ومعايا الاتنين. الأربعة في 7 ب28، 2 30. الأربعة في 1 ب4 و3 7. الخمسة في 6 ب30، 0 ومعايا التلاتة. خمسة في 7 ب35، وتلاتة 38. الخمسة في 1 ب5 و3 تمانية. خمسة في 6 ب30، خمسة في 7 ب35، وتلاتة 38. الخمسة في 1 ب5 و3 تمانية. نكتفي بكده ونجرب. دول 3 أعداد، هختار 3 أعداد. 359 على 176، ولازم ال3 أعداد دهم اللي اخترتهم قبل ال3 أعداد دول يكونوا قد 176 أو أكبر من 176، يا إما قد المقسوم عليه يا إما أكبر منه. طب لو أقل هاخد الرقم الرابع. طيب دول أكتر، تعال بقى نجرب. 176 أختار إيه؟ الواحد ب176، طب الاتنين ب352، ودي 359، يبقى الاتنين قريبة لأن التلاتة بعيدة أوي. التلاتة ب500 وده 300، يبقى نختار الاتنين بكام؟ ب352. وأطرح 2 من 9 7، 5 من 5 0، 3 من 3 0. اللي عليه الدور ينزل الصفر أهو، الصفر بقت 70 على 176. ما ينفعش لأن 70 أصغر من 176، فهزود صفر فوق، ما تنساش هزود صفر فوق وهنزل الـ4، بقت 704. تعال نبص على المسودة بتاعتنا، عدد قريب من 704 أهو. الـ4 في 176 ب704، يبقى هختار الـ4 ب704. الأربعة في 6 ب24، الأربعة في 7 ب28 و32، الأربعة في 1 ب4 و3 7. وأطرح كده صفرت، يبقى طلعت 204. تعال نشوف الاختيارات. 240، 204، 24، 140، هي ده 204. طيب بيقول لي 135 صحيح، و42 من 100 على 100. هنا في علامة عشرية، ده جزء من 100 وده عدد صحيح. بقسم على 100، برجع العلامة كده اهو بالاتجاه ده اهو، رقمين اتجاه اليسار، رقمين بنرجع العلامة رقمين. تعال نشوف العلامة، هتيجي هنا اهو ادي رقم، هتيجي هنا اهو ادي رقم، هتبقى 1 صحيح و3542 من 10,000. دي 13542 من 1000، دي 1 صحيح و3542 هي نمرة به ده. بيقول لي ارتفاعات المثلث الحاد الزوايا تتقاطع في نقطة واحدة، تقع فين؟ داخل المثلث ولا خارج المثلث ولا على أحد أضلاع المثلث ولا أحد رؤوس المثلث؟ تعال نشوف المثلث الحد الزوايا أهو، مثلث حد الزوايا. هنسقط من هنا ارتفاع هيعمل زاوية قايمة، هنسقط من هنا ارتفاع
هيعمل زاوية قايمة، هنسقط من هنا ارتفاع هيعمل زاوية قايمة، بيتلاقوا في نقطة فين؟ داخل المثلث، يبقى هختار نمرة ب. نمرة 12 بيقول لي مجموعة العناصر 1 و2 اتحاد مجموعة العناصر 2 و3 بتساوي ايه؟ بتساوي مجموعة 2 ولا المجموعة 1 و3 ولا مجموعة العناصر 1 و2 و3 ولا المجموعة فاي؟ تعال نشوف مجموعتين اهم، عندنا مجموعتين اهم نمثلهم بشكل فين. ادي مجموعة وادي مجموعة، المجموعة الاولانية مثلا س والتانية ص. المجموعة الاولانية 1 و2 س اهي 1 و2، طب المجموعة التانية 2 و3 2 و3، لما يتحدوا مع بعض يدوني ايه؟ 1 و2 و3، يبقى نمرة ج ده ايه؟ مجموعة العناصر 1 و2 و3. بيقول لي إذا كانت مجموعة العناصر 2 و5 و7 تساوي مجموعة العناصر 5 و س و2 فإن س تساوي، تعال نشوف العناصر اللي هنا، المجموعتين دول متساويين، هنا 2 وهنا 2، هنا 5 وهنا 5، هنا 7 وهنا س، موجود عنصرين اهم 2 و5، طب وعندي 7 وعندي س، يبقى الس بتساوي ايه على طول اهو؟ 7، س بتساوي 7، اختار نمرة ج. طيب بيقول لي عدد المجموعات الجزئية للمجموعة 3 اللي احنا لسه قايلينها من شوية هي ايه وايه؟ المجموعة 3 ايه عدد المجموعات الجزئية بتاعتها؟ فاي وايه والمجموعة 3، لأن أي مجموعة بتكون مجموعة جزئية من نفسها، أي مجموعة بتكون مجموعة جزئية من نفسها، يعني لما أقول س جزئية من س، س جزئية من س، أي مجموعة جزئية من نفسها، المجموعة الخالية فاي دي موجودة في كل المجموعات، مجموعة جزئية لجميع المجموعات. يبقى عندي فاي وعندي مجموعة 3 يبقوا 2، يبقى عدد المجموعات الجزئية 2. احتمال حدوث الحدث المستحيل، الحدث اللي مش ممكن يحصل، زي لما أقف مثلا وأقول مين يا ولاد اللي طلع الفضاء الأسبوع اللي فات؟ محدش طلع الفضاء، ده مستحيل، يبقى احتمال الحدث إيه؟ 0. أطول وتر في القائرة في الدائرة يسمى إيه؟ أطول وتر في الدائرة يسمى إيه؟ قطر. بيقول لي 3.2 × 10 في 10 ضرب الأعداد العشرية، لما بضرب في 10 أو في 100 أو في 1000 بحرك العلامة باتجاه اليمين بعدد الأصفار، 10 لها 0 1، يبقى العلامة هتتحرك رقم 1 هتيجي قدام الاتنين كده أهو، مفيش رقم بعد العلامة، يبقى العلامة وقعت خلاص طارت، يبقى بتساوي 32 صحيح. بيقول لي 3.2 × 1000 كيلو جرام بيساوي كام جرام؟ الكيلو جرام فيه كام جرام؟ في 1000 جرام، يبقى أنا هضرب 3.2 × 1000 في 1000، 1000 ليه كام صفر؟ 3 أصفار، هيحرك العلامة كام رقم؟ 3 أرقام، أدا 1 2 3، جه قدام الاتنين طارت العلامة، يبقى هتساوي 3002 جرام. بيقول لي بقى س، س وص مجموعتان بحيث س جزئية من ص، فإن س تقاطع ص بتساوي إيه؟ س جزئية من ص، س إيه؟ جزئية من ص، يعني المجموعة الصغيرة س المجموعة الكبيرة ص بيساوي ايه؟ بيساوي س. التقاطع دايما المجموعة الصغيرة ما تتقاطع مع المجموعة الكبيرة بيبقى نتيجة التقاطع للمجموعة الصغيرة. بيقول لي مجموعة العناصر 1 و2 و9 تقاطع مجموعة العناصر 1 و2 و4، تعال نشوف ايه العناصر اللي موجودة هنا وايه العناصر اللي موجودة هنا. هنا 1 وهنا 1، هنا 2 وهنا 2،
يبقى بيتقاطعوا في العنصرين ده، هم يبقى مجموعة واحد واتنين، مجموعة العناصر واحد واتنين. بيقول لي 12 من 100 في 3 من 10. تعالى نضرب كده، 3 في 2 ب6، 3 في 1 ب3، 36. طب العلامة هنا بعد كام رقم؟ هنا بعد رقمين، وهنا بعد رقم في الضرب، يبقوا 3 أرقام. طب أنا عندي رقمين 2، الرقم التالت إيه؟ أزود 0. أزود 0 قدام هنا؟ لأ، أمال أزود 0 فين؟ بعد قبل العلامة مباشرة، بقت 36 من 1000، 36 من 1000. لو قسمت 36 من 1000 على 12 من 100 هتديني 3 من 10. لو قسمت 36 من 1000 على 3 من 10 هتديني 12 من 100. طيب بيقول لي من شكل فينا المقابل اوجد كل مما يأتي. شكل فين اهو، من شكل فين اوجد كل مما يأتي. سين تقاطع صاد، شايف المجموعة سين اهي، المجموعة سين فيها ايه؟ 3 و5 و1 و2. المجموعة صاد فيها 1 و2 و4 و6، بيتقاطعوا فين؟ تقاطع ده اهو، يبقى واحد، مجموعة العناصر 1 و2. بيقول لي س اتحاد ص، مجموعة العناصر اللي موجودة ده داخل س وداخل ص، يبقى نقول 3 و5 و1 و2 و4 و6. بيقول لي س ناقص ص، ادي الس اهي، اهي اللي القلم ماشي عليها ده، أخدنا منها صاد ده، يبقى صاد هتاخد ايه من سين؟ ايه العناصر المشتركة مع سين؟ الواحد والاتنين، هيتبقى ايه؟ بقى 3 و5، يبقى مجموعة العناصر 3 و5. سين ناقص صاد بتساوي مجموعة العناصر 3 و5. نمرة ده بيقول لي مكملة سين، مكملة سين بتساوي ايه؟ هي فين سين؟ اهي 3 و5 و1 و2. المكملة بتاعتها ايه؟ اللي هي ايه؟ بقيت ص 4 و6. يعني مكملة س بتساوي ايه؟ بقيت ص، مكملة س، مكملة س ده بقيت ص، تساوي العنصر 4 و6. بيقول لي ش بتساوي ايه؟ دي مجموعة شاملة اهي، فيها س وفيها ص وفيها العنصر 7. هو عاوز كل عناصر المجموعة الشاملة، بتساوي ايه بقى ش؟ بتساوي س اتحاد ص اتحاد المجموعة ايه؟ العنصر 7، المجموعة 7. س اتحاد ص اتحاد المجموعة 7. بيقول لي تلت أكبر ولا أصغر ولا يساوي ربع؟ التلت أكبر ولا أصغر ولا يساوي ربع؟ تعالى كده أهو، الأربعة في 1 ب4، تعالى كده أهو، الواحد في 3 ب3، التلت ب4، الربع ب3، يبقى الأكبر إيه؟ التلت، يبقى أختار أكبر من، يبقى تلت أكبر من ربع. بيقول لي 4 و5 في 1 و2 على 3 بتساوي إيه؟ هنعمل إيه؟ هنرفع الكسر، هنتخلص من العدد الصحيح، هنضربه في المقام والناتج أجمعه على البسط وأكتب الناتج في البسط، والمقام زي ما هو ملناش دعوة بيه. يلا، إيده في رجله زائد راسه، الـ4 في 5 ب20 و1 21، في المقام زي ما هو، ايده في رجله زائد راسه، الـ1 في 3 ب3 و2 5. في اختصارات كده، هل البسط مع المقام، البسط مع المقام ده مع المقص كده،
أيوة، 5 على 5 فال 1، على 5 فال 1. طب التلاتة وال21 يقبلوا القسمة على عدد؟ أيوة، يقبلوا على إيه؟ يقبلوا على التلاتة فال 1، على التلاتة فال 7. يلا بقى، الـ1 في 7 بـ7، الـ1 في 1 بـ1، يبقى بتساوي كام؟ بتساوي 7. طيب بيقول لي 62 صحيح و819 في كام؟ بيساوي 6281.9. تعالى كده، الـ9 الـ9، الـ1 الـ1، الـ8 الـ8، الـ2 الـ2، الـ6 الـ6. امال ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ان العلامة بعد ما كانت من 1000 بقت من 10، يعني العلامة اتحركت رقمين لقدام في الناتج. طب العلامة اتحركت لقدام رقمين، تبقى ايه اللي حصل؟ انضربت ولا انقسمت؟ ما دام اتحركت باتجاه اليمين كده اهو، تبقى انضربت. طب لو اتحركت باتجاه العكس، تبقى انقسمت. وبعدين هنا في علامة ضرب اهي. طب انضربت في كام؟ تعالى بقى نشوف العلامة طلعت كام رقم بين الـ1 وبين الـ9. هي كانت هنا اهي، جت هنا اهو، يبقى مشت كام خطوة؟ ادا 1 2، يعني 0 1، يعني انضربت في 100. يبقى 62 صحيح، 819 من 1000 في 100 تساوي 6281.9. ودمتم بخير، وأتمنى تكون مراجعة مفيدة، وإلى اللقاء وفي حفظ الله.